بلاغ وليس كلام. شكرا للدكتوره صنوح. وفي نهاية هذه الجلسة الحقيقة التي أفدنا منها أيما إفادة، أتوجه بجزيل الشكر والتقدير إلى أستاذي الدكتور محمد صابر عبيد الذي شرفت حقيقة بوجوده معنا في هذا اللقاء، والدكتورة نسيمة كريبة من الجزائر، والدكتورة صلوح من السعودية. نترككم الآن في استراحة قصيرة لنعود إلى الجلسة الأخرى، وشكرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.